بشرى. السلام عليكم، انا السيده بشرى. انا اللي عيط عليا مول الحمام قال لي بشرى تغسلي لي الحوت، واحد كيلو ديال الحوت راه غتلقايه في الدوشه تغسليه لي بنتي. مشيت انا للدوشات لقيت داك الحوت وغسلته وداكشي، قال لي فاس ساليه الغاي عليا باش ندخل داك الحوت. فاس ساليت داك الحوت، بقيت لغا السي مجيد، السي مجيد، السي مجيد ما تكلمش ليا. انا صحابي مشى يصلي الظهر، يا هذيك اسيدي مشيت نزيد داك الحوت، قلت ما نخليهوش في الشمس حيت غير السطح والشمس، قلت لا خليت هاد الحوت في السطح غادي يخسر هاد الحوت. شديت داك الحوت قلت ندخلو له لداخل ونخرج بخير ونولي للخدمة ديالي. فاش دخلت داك الحوت لقى التلفازة كبيرة، لقاها أمام الباب ديال هذا في الدخلة. لقيت ديك التلفازة، بقيت نشوف هكا ديك التلفازة، تبان لي يبانو لي النساء ما لابسينش الكسوة، وحدة دايرة الفوطة وشي وحدين ما لابسينش الكسوة، يعني عاريات، نساء عاريات. أنا حيت شت داك الشي تصدمت، كان الحوت في يدي طاح لي تزلال، تصدمت ركابي ديالي فشلو. داك المنظر ما نويتش باش نشوف داك الإنسان دارو، داك الإنسان كنت كنحسبو قدوة، وكان قالها لي شي إنسان ما نتيهكوش نقول هاد الإنسان قدوة، ما نويتش داك الإنسان يخدم هاد الشي هذا. بصح كي شت بعينيا تفاجأت بهاد الشي اللي شفتو. هي هذيك، هو كان في الدوش، انا صحابي راه برا، هو كان غير في الدوش. فاش حل الباب ولقاني انا كي سمعت الباب ديال الدوش بغا يتحل، درت راسي بحالي كنجمع داك الحوت، بقيت كنجمع داك الحوت. هو فاش خرج من الدوش لقاني كنجمع داك الحوت، شدني قال لي يا جد بابك الحلوف واش تدخلك لهنا بحال هاك، قال لي يا جد بابك الحلوف واش تدخلك لهنا. السي مجيد راني عيط نلغى عليك من برا، دروك راني دخلت لك هاد الحوت، راه كنت نخليه لك في الشمس يدي، ودابا راني دخلت لك هاد الحوت. شدني ضربني معاه الحيط بحال هكا، شدني بلي كتاف وضربني معاه الحيط، بقى يقول لي جد باباك حلو شنو شفتي شنو شفتي شنو شفتي. تسي ما جيت شنو عندي ما نشوف، انا خفت خفت لي عرفني شفت ويقتلني تما خويا يدير فيا شي فضيحه، لان ما انا امراه خفت على راسي. بقى يلتخني مع الحيط، بقى يقول لي قولي شنو شفتي شنو شفتي شنو شفتي. بقيت نحلف انا قلت له ما شفت حتى شي حاجه، باش غير نهرب بعمري باش ما يقتلنيش تما ولا يدير فيا شي حاجه، لان ما كان في واحد انهيار عصبي. فاش عرف فحس حس بيا شد داكشي كان فواحد انهيار عصبي كبير. بقيت انا نحلف له قلت له راني ما شفتش هي هادي. فتالي بقى يقول لي خرجي انتركي عليك الدوش السي مجيد، انا تزل عليه هاد الحوت تبقى دير لي عليه هاد الضرب هذا، واش ضربني انا على الحوت ما بغيتش نبين له راني شفت شنو في التلفازه باش ما يرتكبش فيا شي جريمه ولا شي حاجه. الله يستر، حيت داكشي اللي شفتو راه منكر، راه منكر داكشي اللي شفتو. خفت يرتكب فيا شي جريمه وما يجبر لي حد، ما يجبر لي حد خبار. بقيت نحلف وبقيت هذا وداك الشيء. المهم هي هذيك، بقى يقول لي خرجي عليا نتركي عليا صافي، حيت شافني كنحلف له داك الشيء، بقى يقول لي خرجي نتركي عليا نتركي عليا برا خرجي نتركي عليا. صافي انا بديك الخلعه هبطت بحالاتي، مشيت فاش مشيت الركابي ديالي خاونين والخلعه فيا، وواحد الخلعه جاتني في شي شكل ما عمر ديك الخلعه جاتني في الحياه ديالي. هي هذيك فاش مشيت لتحت هبطت للحمام لتحت، تلاقيت مع الدريسيه في الباب ديال ملي كندخلوا للحمام الداخل، تلاقيت معاها جريتها قالت لي ما كتبان لي صفرا في الوجه، كراني شفت واحد المنكر اجي معايا عند الدروج نهضر معاك عليه. قالت لي كي داير هذا المنكر؟ كراني شفت منكر كبير راني شفته هذا النهار، راه مول الحمام كيتفرج فينا وكيتفرج في النساء ديال كاع اللي كيجيو لهذا الحمام كيتفرج فيهم. فين واش فين كيغسلوا ولا فين يبدلوا الكسوه؟ لا فين كيلبسوا الكسوه؟ فين كيلبسوا الكسوه؟ راه ما نزيدش عليه. واه فين كيلبسوا؟ كاين الله تعالى وتبارك وهذا عيد وعواش. واه اختي زيدي زيدي. كراشت مول الحمام الدريسي يا اختي راه كيتفرج فينا وكيتفرج في النساء. جات هي قالت لي بلعي فمك شفتي هذا الشيء هذا اللي كتقولي راه خطير، كراني شفته بعيني. دروك نسمعوا ونهبطوا نشكيو. قالت لي بلعي فمك هاد الهضره ما تقوليهاش. ما تقوليهاش راه يدفع لي عليك الفلوس ويصيفطك للحبس، هاد الهضره اللي راكي تقولي كراشتها بعيني، ماشي قالها لي شي حد، راه دابا شفت بعيني اكدت بعينيا. ما خلاتنيش نقول داك السير، قالت لي واش هو راه ضرب السيد باللوطو ما دا عليه حتى شي حاجه، وانت بغيتي تمشي تقولي هاد الهضره هو يسوى ويغلى هنايا الكلمه ديالو هي كلشي، وانت تمشي تقولي هاد الهضره هادي والله تيغرقك. خوفتني وردتني وخلاتني بحال الضيق، ما قالتليش شي كلام اللي غادي يساعدني، يعني بقات تخوف فيا، بقات تخوف فيا وخلاتني بحال هكا كندمره في عقلي وفي كلشي. صافي هي هذيك فاش مشيت للدار. زيدي زيدي. فاش مشيت للدار وداك الشيء، صافي الضمير ديالي بقى يعذبني، كيقول لي هذا الشيء كيفاش، واش غادي نسكت انا على هذا الشيء، واش غادي نسكت انا على هذا الشيء، ما يمكنليش نسكت على هذا الشيء هذا. خصني هذا الشيء نقول، واخا بغى يسرالي اللي يسرى، خصني هذه الهضره نقولها. بحق المواطنين والمواطنات وبنات البلاد والشعب المغربي وكل شيء، وانا راني خصهم وما بغيتش عليهم هادشي حيت كليت معاهم حتى هما الخبز. انا كنت غير كياسه في الحمام وكنحك لهم وكيتهلاو فيا وعايشه معاهم،
باش انا غنشوف هاد المنكر على خواتاتي ونسكتو ما نسكتش عليه، واخا يديروا لي اللي ما داروا لي هاد المنكر ما نسكتش عليه. ولا اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك. ولك سيني هذاك الضمير ديالي عذبني، غد ليه ما مشيتش في ذاك النهار وغد ليه بقى الضمير معذبني ديالي، بقى الضمير معذبني بزاف. بقيت نسول، بغيت نسول غير شي حد اللي يعطيني واحد النصيحه، ما لقيتش المساعده. هي هذه قلت غادي نمشي هو حتى للحمام ونشوف واش مازال هذيك الكاميرا، واش مازال هذيك لامبولا اللي فوق في الحلقه واش كاينه ولا ما كايناش. قلت غادي ندخل غير الحمام نشوف ديك لامبولا اللي كانت في الحلقه اخويا العزيز، ديك الضوايا الله يرحم لك الوالدين. قلت غادي نشوف باش نمشي اللي دارها ربي هي اللي غادي تكون، غادي نتجه عند البيت بصح حتى نشوف هذيك الضوايا واش باقا فيها هذيك لامبولا. هي هذيك فاش مشيت تما كاين دخلت لقيت خديجه خارجه هكايا من الباب ديال الحمام والاخرين ناس جالسين. فاش شافتني خارجه هنا غير الدخله درت الحال هكايا باش غنهز عيني للحلقه، وما حيت هي اصلا الدريسيه كانت قالت لمول الحمام راه بشرى قبل بنهار، قالت لمول الحمام راه بشرى شافت لا عندك شي حاجه نحيها راه بشرى، اشنو شافت اشنو شافت اشنو شافت، فهمتوا يعني. انا فاش مشيت نغد ليه بقيت كان بغيت نشوف الحلقه واش باقا فيها ديك البوله ولا لا، ما خلاونيش. جات خديجه قالت لي واحد الكلمه هانتني بها، قالت لي واش جيتي واش جيتي الشكامه ديال الحمام، بغيت جيتي الشكامه ديال الحمام مشيت وصلت لدار البوليس باش يبلعوا لنا الحمام. قلت لها وانا فين شفتيني شكمت شي حاجه، واش شفتيني شكمت شي حاجه؟ قالت لي انتي غير شكامه وغتموتي شكامه حيت بغيتي تشكمي على الحمام باش يبلعوا له، راه ما في يدكش راكي غتخرجي منا وتدخلي منا، هذا الحمام ما عمرو يتبلع واللي في جهدك ديريه. انا ما غاديش قلت الله تعالى وتبارك اللي يدير، انا غير بشر بحالي بحال اي واشتوني ما غادي ندير. سي بوشرى اخويا معلومات راه عندي، قولي لي دابا واش حسيتي بشي تهديد من شي فرد من شي شخص؟ واش جاك شي تهديد؟ واش راكي خايفه على ولادك؟ واش راكي حاسه بان البوليس ما داروش خدمته مزيان؟ يعني بكل صراحه. بكل صراحه انا اللي كنقولوا البوليس داروا خدمتهم، البوليس مساكن الله يجازيهم بخير والله يزيدهم في الايام. الله يجعل ربي يحفظهم ويحفظ وليداتهم. البوليس وقفوا وقفوا داروا اكثر من المجهود ديالهم، ربي اللي غادي يجازيهم بالخير. أكيد. ربي اللي يجازيهم بداك الشيء اللي داروا. كي وقفت عندهم مساكن ما تردوا ما داروا حتى شي حاجه، داروا المجهود ديالهم وجاوا مساكن وجاوا معايا حتى للحمام. داروا خدمتهم. داروا الخدمه ديالهم، الله يعزهم ان شاء الله، الله يعزهم ويحفظهم وينصرهم. لان كاينين ناس كاين شي ناس راهم يقولوا اختي بشرى بان هاد السيد عنده المال عنده الفلوس وغادي يشري الناس وغادي كذا. احنا قلنا في شي تدوينات بان البوليس ديالنا ديال بركان الناس اللي مسؤولين وما يمكنهمش يتشراو. انت ظني غادي يتشراو الناس؟ لا يمكن. انا كنقول للرجال الامن ما يتشراوش كاع بالفلوس وما كيبيعوش راسهم الخاص باش غادي يتباعوا بالفلوس، وكانوا غيتباعوا بالفلوس ما يتبعونيش في ديك الساعه دغيا. اوكي. وكانوا غيتبعوا رجال الامن بالفلوس ما غيتبعونيش دغيا. انا رجال الامن تبعوني مساكن وقلتوا الاقوال ديالي وكل شيء. وهذا الشيء اللي كاين. قلتي انت هادو العواشر غادي توجهي واحد الكلمه للناس ديال بركان. الناس ديال بركان. هذا الشيء اللي شفتيه ما فيهش النقاش، شفتي النساء عريانات في الكاميرا. انا كنعاهد كل مواطنه. كنعاهد كل مواطنه وكنعطيها عهد الله. وكاين غير الله تعالى وتبارك وهذا عيد وعواشر. وراني كنأديها من الله. وحق اللي ليه الحق وما نقول غير الحق وحق 60 حزب. اللي قريناها كاملين، والله يجعل ربي يشد حمي فات العواشر ويعطيني مرتين وما نلقاش باش نداوي، وربي تلفني على وليداتي. هاد الهضره اللي كنقولها الا كنقولها شتها بعيني. راني خدامه 13 عام ولا 14 عام في ذاك الحمام، وذاك الانسان ما عمرني سمعت منه شي كلمه خايبه ولا عمره قال لي شي حاجه خايبه باش انا غنقول عليه هاد الشيء. هذاك الانسان صرف فينا حتى هو الخير، ما نكذبش على الله، صرف فينا الخير. ولكن اخوتي كي شفت هذا الشيء ما نقدرش نسكت عليه. طبيعي. هذا الشيء اللي شفتو راه منكر ما نقدرش نسكت عليه، راه ما نويش هذا السيد باش يخدم هذا الشيء كامل. هذا منكر ما نقدرش انا نسكت عليه. واللي بغى يصراني صراني، الله اكبر وعاش الملك، وعاش الناس دبركه راني كنفتخر بهم، وكلهم رجال.